لاتفاق احداث مجموعه الجماعات العربيه الرباط سلام القنيطره للتوزيع. ثاني ورش مهم كهذا لبداناه على الاقل قبل ما نصوتوا، لانه احنا في نهايه الامر ما غاديش يمكن نشكلوا استثناء بالنسبه للجماعات ديال الجهه، ولكن على الاقل الا كنا غادي نصوتوا وحنا عارفين الاهميه ديال هذا المشروع، القيمه ديال القانون 83/21 اللي تصادق عليه في البرلمان. النقطة كانت عادية، كانت نقطة فريدة اللي هي جات في اقتراح من طرف السلطات، اللي هي ديال إحداث واحد المجموعة ديال هيئة ديال مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع، تتعلق بواحد ديال هذه مجموعة الجماعات غادي يديروا واحد المساهمات مالية من إحداث هذه الهيئة، وفي الأبعاد ديالها سيتم تأسيس شركة. هذه الشركة جهوية، الآن كنعرفوا واحد المجموعة ديال الجهات اللي مشات في التوجه هذا بناء على القانون او المرسوم، المهم اللي خرج توجه ديال الدوله ديال احداث شركات جهويه لمتعدد الخدمات اللي غتدبر الان هادشي اللي عنده علاقه بالماء، خدمات ديال الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل والتدبير بشكل عام ديال الماء باش يتدبر. الان هذا هو اللي تم انتقال، غتكون فيه مساهمه طبعا، مساهمه ديال الدوله ومساهمه ديال الجماعات الترابيه طبعا، كنقول هذا المجلس الجامعي كنعرفوه، كذلك حتى مسؤول المجالس الاقليميه من اجل التداول والتصويت على نقطه فريده في جدول الاعمال اللي هي احداث مجموعه الجماعات الترابيه لجهه الرباط سلاق قنيطره للتوزيع. طبعا هذه النقطه هذه لها اهميتها، لانها الجماعات المنضوية في الجهة كاملة صادقت في هذه الأيام هذه في دورات استثنائية على نفس المشروع ديال الاتفاقية. اليوم كان عندنا في جامعة القنيطرة الدورة الاستثنائية من أجل التداول في هذه النقطة، كما تبعتوا تم التداول يعني في هذه النقطة وتم التصويت عليها بالإجماع من طرف السادة والسيدات أعضاء المجلس. النقطة اللي تم التداول فيها هي مسألة المساهمات، لانه في المشروع ديال الاتفاقيه كاين مساهمات ديال الجماعات اللي في الجهه، وطبعا هذه المساهمات متفاوته. المساهمه ديال قنيطره كانت هي 320,000 درهم تقريبا، نفس المساهمه ديال جماعه سلا وجماعه الرباط. فكان السؤال على ما هو المؤشر اللي تم اعتماده من اجل يعني تحديد هذا المبلغ، و يعني الجماعات القنيطره ما تكونش المساهمه ديالها بنفس الجماعات الاخرى اللي كانت اقل. فطبعا كما تبعتوا من خلال النقاش كانت توصيه ديال اللجنه بانه يجب اعاده النظر في هذه المساهمه ديال الجماعه لانها كتفوق الجماعات المماثله، والاخ نائب الرئيس كان شار بانه كاين واحد الاشاره في مشروع الاتفاقيه انه ممكن يكون تعديل المساهمه بملحق من بعد كيتضاف للاتفاقيه من بعد ما كتصادق عليه السلطه المحليه. والمجلس الامور العاديه احنا غاديين فيها بطبيعه الحال بالتدبير يعني بتريوت وكذا، هذا الشيء عادي ونفس وطني جاء في هذا الحدث. بطبيعه الحال احنا الان القوه الان ما بقاتش الان يعني قوه للمؤسسات، راه كاين الفرد كاين المؤسسه، هي كاع سلطه المراقبه، ولكن القرار الان كنشوف بعض الاخطاء اللي كانت في وسائل الاعلام لقد تم عزل الرئيس، لم يكن هناك عزل، كاين فعلا احاله على كاين هناك نعم، لان ملي كتحل الامر ملف القضاء حسب الماده 64 كيتوقف او تم يوقف على المهام الى حين ان يقول القضاء يقول الكلمه ديالو، غير بشكل او باخر طبيعي كاين اللي كيقول لك انا يعني في جميع الحالات غيكون هذا الامر هذا، ولكن هذا الواجب عندنا واستمرار المرفق لان كاين مبدا عام ولا مبدا اللي كيلزمنا جميعا سواء دستوريا وكذلك عام سواء قانون التنظيمي عفوا قانون منظم الجماعه الترابيه وايضا قانون ديال الميثاق المرافق العموميه، وهو بدا ضمان الاستمراريه، وحنا ملزمين بتحقيق هذه الاستمراريه ومسائلين عليه، وبالتالي خصنا نكمل نضمنوا هذا نحرصوا عليه، وهذا اللي حنا غادي نسيرين فيه اطار تحقيق وضمان الاستمراريه هذا المرفق. وفق اللجنه باجماع الساده اعضاء الحاضرين على هذه النقطه مع مراجعه مساهمه جماعة قنيطرة تكون بقيمة الجماعات مماثلة وتوصل مجلس الجماعة بالموافقة عليها. رئيس اللجنة محمد خالد خضر. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.